يقول السائل: ما هي حدود الحرم؟ وهل الصلاة في السوق القريب من الحرم تعتبر من الحرم؟ الصلاة مع الإمام لابد يكون الإنسان داخل المسجد، داخل المسجد، إلا إذا ضاق المسجد واتصلت الصفوف، اتصلت الصفوف خارج المسجد فيصلي من أجل الضرورة مع الصفوف. أما أنه يصلي خارج الحرم وخارج المسجد من غير أن يكون هناك ضيق وزحمة في داخل الحرم فلا تصح منه الصلاة. نعم.